اوعى سعادتك تقول لي بكره. لا اطمني، لا بكره ولا بعد. الحمد لله الموضوع خرج من عندي خلاص. سعاده الباشا رئيس الحي ما عندوش وقت يمدي، مش فاضي. نعم نعم، ما عندوش ايه يا حبيبي؟ ما عندوش دقيقتين يقصر لي على الطلب بتاعي؟ لا بقى، انا عايز اعرف انتوا حكايتكم ايه معايا بالظبط. بقول لك ايه يا ولية، انت مش عايز وجع دماغي اللي عندي؟ قلتهولك، اتفضلي مع السلامه، ما تعطلناش عندنا شغل. يلا سلامه مين يا ابو سلامه؟ انا واقفه في ملك الحكومه. يلا ده ايه؟ هو انتوا قاعدين هنا بالصلاه على النبي في مكاتب في مراوح وسايبين خليلات ولع بره؟ هو انت يا ولية، انت كل مره تيجي هنا تعملي لنا غاغه وتردحينا؟ احترمي نفسك وطلعي بره، اللي اجيب لك الامن يا ولية. امن اعلى ما في خيلك اركبه يا حبيبي، عليا النعمه افضح روحي عليكم واولع لكم في الحي ده بحاله. لا بقى، ده انا محروسه عسليه لحد يعمل عليا قتاوه وانا فرده. لا بقى، انا اللي هوديك في 60 داعيه واسجنك. يا حسين يا حسين، ادي الامن يا حسين، تعالى بسرعه. امال لو ما كانش وصيتي وزير الداخليه يا اخويا كنتوا عملتوا فينا ايه؟ ايه ده؟ مين اللي بيزعق كده؟ في ايه؟ سلطه يا باشا، سلطه يا باشا. موظفين سعادتك يا باشا عاملينها ميخة، ما بيخلصوش مصالح المواطنين الا ما ياخدوا الاوباي. ايه الكلام الفاضي؟ ايوه يا فندم، يا اما يشتروا الورق بتاعنا ويتاجروا بيه. بعدين سعادتك يا باشا، الامن هيطلعها بره، خدوها بره. انت بتعمل ايه؟ انت بتقرصني؟ شاهدين قرصتي فين؟ شاهدين يا باشا؟ مين دي؟ وجايه تعمل ايه هنا؟ انا في عرضك. انا في عرضك يا باشا، انا في عرضك. انا جعت انا وعيالي وشردنا، ملناش بعد ربنا غير سعادتك يا باشا. عرفيني انت ايه موضوعك بالظبط؟ يا باشا انا ليا ورق كشك، الموظف بتاع سعادتك ده معطل ومش عايز يمشيه، لما جعت انا وعيالي وتشردنا في الشوارع وبيقول لي ان سعادتك مستقصدني ومش عايز تمضي على الورق وتخلصهولي. انا فين الورق بتاعها؟ سعادتك فين الورق؟ حاضر هات الورق. ربنا ما يوقعك في ضيقه بحق جاهل. النبي حبيبك المصطفى يا رب، انت راجل امير والله. اتفضل سعاده الباشا اتفضل. الله، ما كل حاجة مظبوطة اهي، أمال معطلين مصالح الناس ليه؟ معطلين مصالح الخالق ليه؟ سعادتك الموضوع ده كان فيه مشكلة وأنا حاولت أحله. شوف يا ستي، أنت تروحي تختاري المكان اللي أنت عاوزة تعملي الكشك بتاعك فيه. اخترت سعادتك اخترت، إحنا عندنا في الحتة في مرور، جنب المرور في سور طويل، آخر السور ده في قهوة، أنا بقى عايزاه جنب المرور وجنب القهوة. كمان جنب المرور سعادتك مطلوب. أنت تسكت خالص، وفر كلامك ده للتحقيق. وأنت يا ستي روح اعملي اللي يعجبك، اعملي اللي انت عاوزاه، واي حد يتعرض لك تيجي لي مكتبي على طول فورا، فاهمه؟ الهي ربنا يسترك. وانت يا استاذ خد يا فندم الورق بتاعها ده، تخلصه النهارده فورا وتدي لي تمام بيه. اتفضل. ربنا ما يوقعك في ضيقه يا باشا، ربنا ينصرك على مين يعاديك بحق جاه النبي حبيبك المصطفى. ربنا يوقف لك ولاد الحلال يا رب، مش ولاد الحرام ابدا يا رب.